السلام عليكم وياكم هيثم. اليوم راح نبدل هاي الصوندة الصغيرة. هاي الصوندة وين تصير؟ هاي تصير قبل الاي بي اس وراء العنبار او الماستر سلندر. فنلاحظ شلون مليصة دهن وهي جاي تنقص السيارة دهن بريك. هاي الجديدة مالتها اللي هي من التفسيخ. فهسه راح نشوفكم شلون نشتغلها. اول شيء نسوي نروح على دواسة البريك وناخذ لنا فد حديدة. شلون هسه هذا الهيم اللي عندي او البراي بار. ندوس بي بريك ونسنده على الكوشن. اوكي نشوفه انه تمام. وراح نحاول ندفع اكثر. نروح على الدواسه نشوفها بيها بعد مجال لو لا. اذا بعد بيها مجال نضغطها اكثر ونحصرها بحيث انه ها هي دايسه للاخير وساده كل شيء. هاي شنو هاي شغلها بعدين راح نعرفها. طبعا هسه عندنا البور شويه اعوج فانا جاي اعدله حتى يصير ان الشغل اسهل واضبط وافضل وحتى الصوندة هم تنشق من جديد. نجيب سبانة 19 للصوندة و14 للبوري حتى وحدة نلزم بيها وحدة نرخي بيها او هيتش يعني. اوكي بس احنا هنا طقيناها ما طقيناها المهم. فهسه حاليا انه انا جاي ارخي بيها لان طقيتها. طبعا هنا كان اكو مجال انه اقدر افوت سبانة لكن من جوا شوي راح يصير صعب علينا. لكن الفكرة انه هنا نحن بالبداية قدرنا نفتح البرج الاول. وتنتبه علي الصوندة اذا بلنت مالتها شلون الحفرات معناها انه هاي سن عكس. فهنا ما ادري اذا جاي تشوفونه اذا اكو حفرة بلنت معناها سن عكس. اذا ماكو حفرة يعني معناها سن عادي انه الفتح والشد مالته عادي. هسه نجي على الجوة. احنا كنا حاطين السبانة بهذا الشكل وراح نرخي من هناك. لكن هنا نشوف المكان ضيق ما قدرنا انه يعني نفتح بهاي الطريقة والسبانة جاي تفلت بيها دهن وانا ايدي صار بيها دهن. فيعني هنا حاليا ما جاي ترهم الوضعية. طبعا اكو اختيار ثاني اللي ما عندهم مثل هاي السبانة اللي هي القارصة هاي. فلاحظ ان احنا لازمين شغلة ونرخي بيها ونرخي بالثانية لان اذا بس فتحنا من جهة ممكن نعوج البوري اكثر او نكسره. طبعا هي ما ادري هم ليش حاطين هاي الصوندة القدوتها صغيرة. لو هم موصلين بوري قبل للعنبار افضل يعني. على العموم هذا مو موضوعنا احنا. مجرد ما نرخيها عاد وراها نقدر نفل بدينا. هسه جاي تشوفون هذا البوري ما جاي يذب دهن. ليش ما جاي يذب دهن؟ لان احنا دسنا البريك للاخير بحيث يحصر الدهن اللي موجود. هاي الصوندة الخربانة مالتنا لاحظها انه شلون معوجة ومن جهة هنا هم صاير بيها شق. يجوز هذا الشق من العوجة مالتها. على العموم طبعا احنا عندنا البرغي اللي من جوا بالبوري هو مزعج اكثر. بس احنا جايين نشد الجديدة فنبدي بالبرغي الاصعب نشده. اما الفوق يكون اسهل نسبيا. فبالبداية نمشي باليد. اي برغي اي سن لازم يمشي باليد. اذا ما مشى باليد معناها اكو مشكلة. فبعد ما انه نمشيها نحاول نوصلها للاخير لان هو المكان مالتها مزعج. ما نضبها من يعني ما نشدها ما نكربها. بعدين حتى يبقى بيها فد حركة نقدر انه نشد الفوقانية وياها. طبعا هسه انا هنا جاي احاول اشد الفوقانية. شوية حركها بيدك الزمها بحيث يكون السن مال النت يجي فيت. والا يدخل انه بضب اليد يعني انه شده بيدك. لان اذا شديته بالبدايه بسبانه احتمال يفرك ويسولك عندك السن ويصير لك يعني مشكله انه حيل كبيره وعويصه. فهسه انا لاحظ انه انا بس جاي امشيه باليد. من حسيت انه هو اوكي بدا يجي باليد عاد هنا بعدها ابدي افكر انه اجيب سبانه. فهسه ممكن انه هاي شويه اللقطه تكون اوضح لكم حتى انا موخر من عندها. فلاحظ هسه يعني هسه نظريا اللي يشوفه يقول اوكي هسه هذا راهم السن وتمام وكلش حلو. لكن هو بالحقيقه ما قاعد زين. لان من جبت الاسبانه اريد اشده طلع ما قاعد تمام. فمن ما قاعد تمام وفي قوه هنا أنا لازم ارخي. فلاحظ ثاني انه رخيته وعدت العمليه من جديد الى ان انه اضبط السن بمكانه. بعد ما شديته بمكانه عاد هنا اجي اضبه. ما ادري هو مغوش الشاشه لكن هو انا حاليا جاي اضبه. بس ما اضبه اكربه انما ابقي بيه فد
مسافة شوية للتنفيس. هنا نجيب نوعية دهن حسب اختيارك الشخصي. هنا أنا مسوي لها تضليل لأن أنتوا هاي بس تشوفوها بالفيديو تقوم تحجون. هسه نبدأ ندوس بريك، فلاحظ البور شلون انه جاي يدفع دهن، وهذا هنا الفراغ اللي انا مبقيه بحيث حتى يطلع من عند الهواء. الاي بي اس ما يحتاج يتنفس لان احنا ما فتحناه والدهن كان موجود بيه، باقي الدهن بيه ومحصور، ماكو فد شيء راح يطلع من عنده. هنا هذا بعد ما انه نشوف انه الدهن هاي صار خط مستقيم، نجيب هاي الاسبانه مالتنا ونضبه زين بحيث انه ينسد وبعد ما يعبر دهن. ورا ما نضبه شو نسوي؟ نمسحه بكلينس، وهم نقول لصاحب السياره انه يدوس بريك يدوس بريك. شلون هالدوسه؟ فجاي تسمعون صوتي؟ تمام. فهنا أنا من جاي يدوس بريك ماكو تسرب، بمعنى انه تمام. وهذا كان كل اللي عندي، وشكرا، في مال الله.